صار في لقاء بين باتريك دوريل والسعوديين، بلغهم هذه الأجوبة. راح باتريك دوريل ثلاثة على المملكة العربية السعودية، حيث التقى نزار العلولة والسفير وليد البخاري. ما بعرف، ماني عارف عن السفير السعودي، بس بعرف انه صار في لقاء بالسعودية. نعم. وانطلاقا من هذا اللقاء، السعودية بعدها بعدها جوابها ما عم بتفوت بالأسماء. نعم. عم بتقول أنا ما بدي فوت بلعبة الأسماء، أنا بدي أطمئن تكون مشاركة بإعادة استنهاض الحياة الاقتصادية والمالية بلبنان، إنه هودي يكونوا مأمنين، وإلا ما بقى عندي ثقة. يعني رجعت، يعني رجع نزار العلولة المستشار لهلا أكد ما قاله ولي العهد. نعم. أوكي، وبلغوا إنه هيدا مش قراري أنا، هيدا القيادة السعودية هيك بتفكر. نعم. يعني اللي بدي أقوله بهذا الموضوع، لهذه اللحظة لا يوجد بالنسبة لأي خرق على المستوى السعودي بما يختص بالفرنسيين بالملف. محاولة الفرنسية هيدا عادة باتريك دوريل من دون أن يحدث خرق في الموقف السعودي بعده الموقف السعودي. هيدا ما تقوله حضرتك أنه علاقة السين سين اليوم عليها على جدول الأعمال كتير ملفات، قد لا يكون الملف اللبناني الرئاسي واحد من الملفات. يعني اليوم الرئيس الأسد كأنه هو مش قادر يهتم بهذا الملف الرئاسي. انت بتعرفي هذا الخبر. خليني اقول لك، يعني تصب شوي بالخانة تبعك. طيب اليوم السعودية سوريا طالعة من حرب استنزاف من سنة 2011. نعم. 12 سنة، حالة كارثية على كل المستويات بسوريا، واليوم في دعوة من قبل جامعة الدول العربية أن سوريا في نقاش رح يصير أنه تترجع على مقاعد الجامعة جامعة الدول العربية، ومع أنه عندي معطيات بتقول سوريا منا كتير مستعجلة، بدها بلش تحسن علاقاتها الثنائية مع الكل قبل ما ترجع على الجامعة، لأنه كمان معتبرة أنه لازم يكون في يعني عندها نوع من المقاربة. هيدي معلوماتك من مين؟ من المصريين؟ يعني عندي شوية معطيات من السفير المصري، ما لأن القاهرة امتعضت من هذا الموقف السوري. عظيم. أي عم بسألك؟ لا لا، أنا عندي. لا مزبوط أنه القاهرة امتعضت من هذا الموقف. ما بعرف، ماني ناطق رسمي، بس مو سألي. نعم، عم بسألك رأيك. بس إيه؟ بدي أقول لك أنه بهذا الموضوع، يعني سوريا قبل ما توصل لملف الرئاسي اللبناني وتبلش تتدخل فيه، مع أنه بتمنى ما حدا يتدخل بقى بملفاتنا الداخلية. نعم. عندها 100,000 100,000 ملف، عندها ترجع تعيد الدورة الاقتصادية، عملية إعادة الأعمار إلى ما هنالك قبل ما تفوت بعد ملفات. هيدا المختصر مفيد. وإسلامين فرنجي بعتاد بوضوحه وشفافيته، ما عنده شيء، يعني بيقدر يخبر إيه شفته، بيقدر بدي إيه له بقلك هاي لزته.